مساء الخير عليكم مشاهدينا وين ما كنتم، مرحبا بكم معنا في اول عدد من برنامج اكسبلور. معايا اليوم رياض ابركان. قلعنا كاع من زيرو، قلعنا بولا ما كان والو ولاش يبي غير من عند هاد الناس اللي جو مسوي في طابي سور لي دوا وتبهدلت مي باش نتعلم. سي ان كيستيون اللي قاعد تدور لي في راسي طول طون، بغيت نسقسيها لك. لماذا باش كنت قريت في تي اف سي ولا كنت في يعني في مدرسه خاصه باش انك تكون منشط؟ وكاين ثاني شخصيات اللي جاوا جدد، كاين منهم عادل الرحيم. لا حبيت كي قلت لي صح نهضروا لعادل الرحيم، انا حبيت نديروا اتصال مع عادل الرحيم. قولوا باكو بلي كولي سي فو جامي. ثلاث أسوأ صفات تشوفهم في المرأة الجزائرية. شنو هي ثلاث أشياء اللي ندمت عليها؟